فيصل الشهري، فيصل الشهري بعد التعب وهذه الامور عنده مفاجاه لنا. يا شباب شباب مبروك. وين فيصل سالف الشمري؟ يقول ميا العقاله وايد شمر، ما جمع على الف والمية واعتبها ركابهم ضمر. شوق الهنوف الهواويه، فريق دعم عظيم، فريق دعم عظيم. يا شباب العرض الجديد اللي نزل في القريه، ايوه اول مره في القريه يكون في برجر همبرجر وبطاطس. اللي يجي يجي الحق، متى الكميه محدوده، الكميه محدوده، يا تلحق يا ما تلحق، الكميه محدوده. يا شباب برجر يا شباب وبطاطس، همبرجر وبطاطس، احلى همبرجر وخلطه خاصه سريه. يلا سريع سريع، امسك مقعد، اجلس، امسك مقعد، امسك مقعد، امسك مقعد. اللي هلا مو بعزيمه، افتتاح افتتاح، ايه بلديه صح. يلا يا فيصل مرحبا مليون. وين طولتي؟ رئيس البلديه يا شباب. واحد قهوه والله ما تغطي تعب. صف عيال بيجيك برجر ولد البلديه. يلا خلي يجي سيره رئيس البلديه. انا اغسل يا ولد برجر بطاطس. فكر نفسك الناس الباقيين تشل على الكوره وينو انت حبيبي. شوف شو الزحلقه والله ما تعال تعال يا ولد في وجهي ذا المرة ولد منته نسيته. لا 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 نظام ولد اول وجبه ادعم بدون مايونيز. بدون مايونيز كل شيء الا بدون مايونيز. كنت فماش منها احبها ايش ترى نسيته. فوزي ها ولد فوزيه والله هو اللي قال ايش اسمه. جاء حرب الكلام بس عاد الفوز جلت تكلم. لا والله انا كفاش بدون مايونيز والله ما هي جرح. ايش رايك؟ والله ماني انا برجر. فيصل 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 بدون سلطه، برجر بدون سلطه. يوسف برجر عبد الله خلاص جلدك مرتين مباراتين. برجر بدون سلطه بدون. اختلف معك يا خمس، اختلف انس. انس والله العظيم كنا خايفين من اللحم قلنا من اللحم والله هني صار. انس ايش ايش انس ايش كيتشب مايونيز شباب بسرعه تبون ولا لا؟ والله العظيم كل شيء كل شيء. لا والله يلعب بس المكان ضيق. عمر 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 مكان ضيق دعير عمر. انا معلق المباراه. يا تبون طلبات الحماش انا معلق خلاص كل شيء فوق الاسعاف والله ترجع بس المكان ضيق. ابو سعد والله ينصدم مكان ضيق كل شيء ولا اكثر من سجل سالم دفاع صدمتني اكثر من انهى مباريات اليوم. والله صدمتني ثلاث اهداف كلها انهاء كلها اربعه مسجله. الله يبيض وجه فريق دعمه والله انه ما قص. سالع العجل والله انه سالع. يلا واحد لا بس فيصل اخوك ولد عمك والحمايه والقرابه ما تبي طلباتك. لا لا حرام عليك سجل الاهداف كلها انا وسالم واحد. الاهداف كلها انا مسجل. هم اربعه عيني اللي شفتهم بعيني تركي وسالم. يا تركي رجع تركي تركي بدون سلطه يجي منهم. خالد ابو علي ابوه خبر لا لا بالترتيب يا عصير. ابي عصير يا كيف تعطي بثور عم الاجوان وتخلي واد عمك؟ ابي عصير يلا شباب عندي بوفيه بعد الحارة بعد الكورة ما في مشروب. يا فيصل انس نشكر صاحب المطعم تركي على وين اعطانا وجبه مجانيه انا وزميلي في البلديه. هذه فلوس. نعم 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 تقبلون تقبلون نعم. رشاوي رشاوي احنا نبي نتمم قبلكم. رشاوي نجربها نجربها سجل سوبر هاتريك ما حد سلطه ما شاء الله هداف والله هداف نطلع كل انت تطلعك مرتين. انا ما مرتين ومره طلعتك مره طلعتك وبعدين انا مسجلها كلها المباراه اللي قبل في شحوصي تركي يعني هات وتعال جاني برجر 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 برجر
حب حب لا لا اللي باقي ما طلب يا شباب اهلين اهلين مدير انا برجر يا فيصل انا انا برجر حقي وين يا عيال ما جاني شيء بدون شطه لا تضرب راسك تاكل قبل اخوك تاكل قبل اخوك هلا ابو ناصر اذبح ايش هي قول اسف هلا ابو ناصر انا ها لا والله ما فيك سلام الله وسلم عليك ولا كلمة يوم تطلع يوم تطلع آه. تطلع ما طلع نايم 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 في كوفي شروب طلبات الربع من بقى ما طلب طلبت انت طلبت ولا باقي سريعي طلبت اول واحد طالب قبل الملعب رحت اطلب سريعي بدون كتشب واحد بدون كتشب واحد سبايسي واحد دبل واحد واحد ثري واحد فور تسفيره من بقى طلبت انت شوف عندك الطلبات فيصل يوسف بدون سلطه انس كل شيء عمر الشرع اللي يقول لك سو كل شيء ها وين كل شيء اسمع فيصل خماس جعيداني بدون شطه وبيع كل شيء هذا بدون شطه روح اجيب بطاطس بالله سجل كل واحد من تفقع راس عمر لا بس من شو حيود حيود شاد خلاك من هو يا ولد يا برجر دقيقه راح يجي يكمل الاغراض يوسف المزروعي ده بكم البرجر على كم 45 زواده هذه النظريه يا زواده عمر السيد اسمع ترى ما عاد في برجر لا أنا موجود 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 بس راح يحمي جديد راح آه. يجي قايل له قايل له الريموت عام 1400 هو 5 لا اله الا الله ذيك الايام عنا عاد انت من عارف سريع ذيك الايام يوم يا طويل العمر الصالح يوم يوم تعرف علي بن احمد اللي من نافيه ايه ايه ما قد دخل البرجر في بلاد في بلاد في بلاد يعني بلادنا ما قد دخل البرجر واروح انا وياه رحنا كلنا سمعبه ايه من كان انا وياه يجنتل ذاك الاسع ما يجنتل جنتل والشعر نلبس خواجه نلبس خواجه خواجه ما حد يسوي هذاك عندنا صور والكابرس الامريكي والله يا ايام الله يسكي فدخل اسوي انا وياه بوفيه بنسوي برجر والله انا ما اشترى واحد من الجماعه قالوا اشتري الخبزتين اللي فوق فوق اي والله يا ضحك كذا ما في غروس لا لا عمر ترى صار كريم قبوله صف والله انه سالب 10 سالب 10 انس بخليك تفوز انس صفر انس لباك وحياك والله انك انك مثل الكابتن ماجد تبغى تشوت وترفع بالراس وتضرب وتلعب بلنتي ويجي للبيع وتحرس في النهايه ما يفوز فيصل الله يسعدك ما سويت شيء والله بس كل اهداف ضربت له الغير من الفريق الا صفر تقييمكم ترى ما جاء طلب اكيد واحد قدام احنا ندافع احنا ندافع عن مرمانا وانت تبغى تبدع نفسك تقييمكم لا تطلع نفسك اول من طلب قول قول تقييمي 10 من 10 تقييمي 10 من 10 تقييمك للبرجر 10 من 10 10 تقييمك البرجر هاي فيصل قبل ما العب انا اقول 10 من 10 والله بمشي قول 10 من 10 تقييم 10 من 10 تقييمك البرجر مو كذا ترى 10 من 10 بصراحه عشان عشانك 10 من 10 قول 10 من 10 20 من 20 ايه بس خلها لا 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 بدون كذا لا لا بدون بدون اسمع خل البرجر هو ما ادري ذا البرجر ايش يسمونه؟ خله يصير بني بطاطس يا ولد ايه ما شاء الله حد بطول شوال حجدي تقول رصاص تقيمك كبر تقول ما نقدم رصاص قول 10 تقيمك كبر والله ما بيد 10 البطاطس يابس قول 10 والله نزلتك قسم بالله كسر لي اسنان عرفت اللي جيت عند عند الكاشير كذا زينه فيصل فيصل لا البرجر حلو لا مش اول ولا شيء لا 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 امرض من لا طلع روح تسالي اوه نضرب فيه تسالي على عام هنا تسالي في اسطول
الله يوفقكم يا عوالي، قد الحين في 37 يوم. الله يحييكم ان شاء الله في المطعم هذا، مطعم جديد تم افتتاحه عادي حتى لو مركم حالات تسمم بسيطه خفايف هذا يا اخوان، تقدرون تجون اليوم الثاني ان شاء الله. كنا سمك حوت. الله يحييكم، الله يحييكم ان شاء الله. بكره في برجر حاشي حق صالح. هم ما جينا للدجاج عادك. لا بكره في برجر حاشي ان شاء الله. معي اذا صحينا بكره وحن طيبين. لا طيبين من طيبين طيبين ان شاء الله. والله مرهق. اذا صحينا بكره طيبين بنجيك. بكره ان شاء الله. لا تركي يا تركي تعال. بالله هب لي بهرس. ايش الشغل الابداع ذا يا فيصل؟ فيصل تكفى فيصل ابغى بهرس. عقبال افضل مطعم برجر. يا رجل خله يحتر شوي. انا امدحك والله يا فيصل ما عاد امدحك. فيصل من اقصى. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انا قاعد امدحك تعطيني ضربات تمشي؟ احلى تفضل. مشغول عشان كنت امدح في اليوم ما شاء الله عرض جميل والزبائن كثير. يا يوسف جيب بهارات البطاطس. ايش الابداع هذه؟ شهاده تزكيه وصراحه يعني هذه خلطه خاصه وان شاء الله بنفتح 3 فروع باذن الله الاسبوع القادم. ما شاء الله ان شاء الله تكونون حاضرين معنا ان شاء الله. في ملاحظات؟ والله في 40 ملاحظه. شكرا. ملاحظات ايجابيه صحيح. شكرا. تعرف عشان الوقت وضغط يعني. ها فيصلتو. ولد فيصلتو برجر فيصلتو صديق. جيب واحد كويس اسكرا. يقول صديق روح فيصلتو. يقول صديق جيب واحد جديد. سمه سمه رايزر. هذا برجر الفيصل. يا رجل ثلاث فروع ثلاث كفيل. انا شوف كيف برجر حلو والله بس تعال منين ايش طلب؟ انا اجيب الحين ايش طلب؟ كتشب ابغى كتشب مايونيز. جيب واحد يجيب الله يسلمك. اغلبهم اعرفهم اعرفهم. ايش في ذا؟ ايش يبغى مايونيز كتشب مايونيز؟ فلوس منين؟ فلوس فلوس فلوس. انا كل يوم ادفع فلوس حتى بيس. شوف هذا كله معنا ضيوف اليوم. ها شباب شباب انا عندي حصانتين. انا اللي اسوي 50%. راح راح جيب لك دي راح راح. انا حصانتين. شكرا جمهوري. صاحب حصانتين انا حصانتين. راح راح عندين. شيل الوضع مشدود بعد الكوره. والله يلعبون. والله اول مره اخاف انا احكم. اقول لك افشل حكم تاريخي. والله والله يا حظك انت معلق. ما قد شفت هجمه مرتده. تحيه ما قد شفت كوره في البدايه الاخير كلها. تحيه تحيه اخوان فيصل. تحيه الشيف العظيم الشيف الجميل الجديد. اقول اوفر لكم القريه. والله مبدع. تاكلون دائما تميز. تاكلون في ملاحظات. في ملاحظه في ملاحظه. تفضل. انا اقول لك لا تزعل مني. احتاج الملاحظات. الشبس الثاني اللي سويته افضل من الاول. يا سلام حلو. الاول كان شوي ناشف. خلاص ايوه هذا الموظف ما شاء الله. ايوه لانه مسجل مع الاخطاء. اشكر اخوي فيصل على الفكره الجميله. والله شكرا. والله شكرا يا فيصل. صحيح يا فيصل لانه مستعجل بس يعني اليوم. فكره جديده. انا شباب انا عندي انا عندي 3 كلمات. تفضل يا فيصل. الكلمه الاولى اهني اخوي نايف رئيس على البلدية. راس البلديه. اي والله ساعدنا ووقف معانا الله يعطيه العافيه. واهني فيصل على هذا الانجاز والفكره الجديده اللي سواها في معجنات فيصل. الكلمة الثالثة ما نبيها. نورتونا. الكلمة الثالثة شكر لفريق دعم سالم الشمري على اللعبة اللي سواها لنا اليوم. الله العظيم منا استانسنا. واكثر شخص استانس فيها اليوم كنت اتمنى اني العب معاكم كوره لكن والله عشان الضغط. الله لا تفضل يا اخي. طلع الطاقة. بهارات سبايسي. خلص مباراتي يتكهن عند فيصل. برقة اعرف. لكن لعبني في ملعب. ما تلعبني ب5 خطوات على 3 خطوات. اي خلود انا بدرجيلك. ترى اصعب اللاعب خماش. اصعب اللاعب اللي زي كذا جار. ترى الملعب صغير. اذن لو مرمى 11-11 ملعب 11-11 وايد وايد صغير. يلا ما عرفت تلعب في ذا. في تلعب في 10-11 مدري كم هو. ما عرفت تلعبون في ذا. ليه؟ ما غير تهبدوا. والله مباراة بعنوان الهبت. عنوان الهبت. لا حرام عليك. سحبنا وسجلنا وكل شيء سوينا. بس ان المرمى صغير. صحيح. والملعب صغير. جاي زحمة. لو انك كبير تعرفون تلعبون. خرجت شوف الفرع الثاني. انا منتهي ميت.
يا الربع واحد لا اله الا الله يصدح لا حول ولا قوه لله ولا حول ولا قوه الا بالله اذن يلا نايف خالد روح اذن امسك روح تاذن يا نايف روح اذن الله صاحب المطعم ياذن عشان الله يبارك له في رزقه الله عشان اذن فيصل عشان المره الجايه برجرك برجرك يجي ناضج وحلو يا نايف خالد ابغى العب تك ما صدق ني ني البرجر لا لا والله البرجر حلو بس الشبس الشبس يا والله شويه في فقره فهد شراني كلنا قايلين كذا دخدخين اليوم فقره فهد ايه زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي